مع السبع على ربع كيتفاجئوا السكان ديال هاد الزنقه هادي طاحت الداره جوج دارات يعني تقريبا اللي طاحوا هذوك الدريه اللي توفات عندها شي 45 سنه بحال هكا تقريبا ساكنه في هذيك الدار التحتانيه. الناس فاجعه وقعت حتى الناس كلشي خرجوا في هذاك الصباح، الناس خرجوا مع ذاك الوقيته خرجوا وهي راه داوه مسكينه لامور والدار راه كتسمعي دابا راه كترتق راه غادي يطيح. اختي الواقعه فقت مع الصباح، الدريه كانت ناعسه في البيت بوحدها وطاحوا على الضالات بجوج، مسكينه ماتت يعني سير بلاص من ذاك الردم اللي طاح عليها يعني منين جا. هذه ايلة السقوط. ولكن الناس كانوا خاوين، ماشي ساكنين فيها كلهم ولا معمرين، شي خاوي شي معمر. دريه ودريه من اطيب خلق الله، والله انا كنعرفها غير دوزي، ماشي ما بيني وبينها حتى شي كونتاكت، كنشوفها غير هكا. اختي عيطوا لينا قال لنا راه طاح عليها البيت وماتت. ما صبرناش على اختي، ما صبرناش على اختي، ما صبرناش على اختي، ما صبرناش على حنان اختي. حنان مالها الصبر حنان، تضل لها الى السقوط، خاصها تخوى، خاصها تريب، خاصها تحيد، لان الدراري كيمشيو، الناس كيمشيو، الشباب كيمشيو. شوفي راجل شيباني هو تيحط هنا، حنا دابا هاد الوقفه اللي حنا واقفين، هاد الدار هادي اللي هي دابا مايله غير البرد، والبارح طيح ثلاثه الشضيات. كاين هادي ولا السلاح عبد الهادي يعني طاح ثلاثه الشضيات هنايا، الغبره اللي ديالهم عمات عباد الله، فما بالك كون يطيح الحيط اشنو غادي يوقع.